معارضة المصرية. كعنوان يا أستاذ يوسف ولا معارضة لسبب، يعني موقف ما أو مشروع مقدمة الحكومة أنا عندي أسبابي اللي أختلف بناء عليها، ولا ما فيش أعرف معارضة لمجرد المعارضة، ما فيش معارضة عشان كلمة معارضة أحلى إطلاقا، إنما في مواقف محددة. وبالنسبه للبرلمان، المعارضه خدت اشكال تشريعات جاءت الى البرلمان، ناس وافقت عليها وده حقهم، وناس عارضتها وده حقهم ايضا، لانه الطرفين دول هم الجناحين الاساسيين لاي تجربه ديمقراطيه. فكتير من المشروعات القوانين اللي جت تكتل 25 30 اعترض عليها ورفضها، واخرها موضوع تيران وصنافير الذي لم يعرض على البرلمان حتى الآن، لكن كان فيه موقف استباقي وموقف مسبق برفض حتى مناقشة موضوع مصرية تيران وصنافير. ما هي دي النقطة اللي بتؤخذ سيادة النائب على 25 30 في موضوع تيران وصنافير، إن أنتوا استبقتوا الأمور، لسه الموضوع أصلاً ما جاش المجلس يعني أو اتبحث وفي خبراء ومختصين وفنيين يجوا يتكلموا، ولسه منظور قدام القضاء، وعلى طول كوفيات وبادجات ومش عارفة إيه وكلام عن مظاهرات لتسجيل بس موقف سياسي، فقال لك طب أنتوا مستعجلين على إيه؟ لا ما فيش معلش النبي خالد، شوفي أصلاً هم طلع هجوم شديد على البادجات. وقالوا إن إحنا لا نجيد العمل السياسي لأن إحنا ما نعلنش موقف مسبق قبل ما تجينا القضية. ده الوطن، هنا القضية مش قضية نختلف فيها أو نتكلم فيها، ده أرض مصر.